وقوفنا على المسرح بهذه الظروف هو فعل مقاومة وفعل صمود. الغنمة مسرحية كوميدية بظل الحرب، فهل تخوف صناعها من الانتقاد؟ بالنهاية نحن هذا شغلنا. أخي أنا محترف، طب يعني إنه بروح بصور مسلسل بكرة بتشوفوه برمضان والحرب قائمة، بس إنه ما بعمل مسرح. هالمشاهد من مسرحية الغنمة يلي انطلق عرضها قبل أيام على مسرح الحمراء وبتندرج تحت إطار النمط الكوميدي، فبتنطلق أحداثها من جاكيت مصنوع من فرو الغنم بيوقع صاحبه إيفان بورطة. إيفان معلم، يعني يا لطيف. إيفان هو رجل 40 خلينا نقول، دكتور لغة بلغارية في جامعة صوفيا، رجل متمسك جدا بمبادئه وقيمه وحد هيك متزمت يعني نوعا ما خلينا نقول، يرفض أنه هو يساق خلف القطيع. فإيفان اشترى جاكيت من المؤسسة البلغارية نظرا لضيق الحال يعني المادية، فهي الجاكيت راح ليجزة بالتنمية الريفية، فسجلت على انه هي غنمة، وعلق بقى هي العلقة وعود دبرها عود ديرس بيت انه هي جاكيت مو غنمة. اما ورطة حسام الشاه راح تبلش من بعد ما بيتعطل في مصعد بدائرة حكومية ليصير لقبه المعلق. الله لا يعلق حدا هالعلقة. هو كان مواطن طبيعي على الارض على فكرة، الاقدار علقته. قالوا له والله ما في صيانة، قال لهم ايه مو مشكلة بننطر. بعت ابنه يدرس مصاعد لحتى ينزله من المصعد، قال له بنطر. قديش نحن صرنا ناطرين؟ مو بشع كتير الانتظار؟ فهذا المعلق شي عم ينطر، شي ما بده يتخلى عن اللي ربي عليه، شي بده يوضح للآخر انه لك الحياة مو هيك مثل ما تضحكوا علينا، الحياة أبسط من هيك، الحياة للي شاطر ياكلها يعني. والأمل اللي عم يعيش عليه المعلق عم تكون زوجته أحد مصادره. هي الإمرأة البسيطة اللي علق جوزها بالأسانسير، فهي عم تحاول تضل عم تكون متواجدة مشانه تغسل له أغراضه وتجيب له أكل تنقل له أخبار، بنفس الوقت ما عم يطلع بإيده تعمل له شيء لأنه المصعد موديله كتير قديم وما في حدا يصلحه، فهي عم تحاول كل مرة بتجي أنه تعطيه شوية أمل، بس هو الحقيقة يعني ما في أمل. إيفان والمعلق كانوا ضحايا الفساد الموجود بالمؤسسات الحكومية، لهيك اختار مخرج العرض تمييز الموظفين الفاسدين باللعب على شكل ملابسهم. حبيت أن هدول الموظفين اللي نحن عم نتصارع معهم بأي يعني بأي شيء، نحن بأي معاملة عم نشتغلها، هنن جنس آخر يعني، هنن جنس يعني جنس عاشر يعني، هنن نمط نموذج مختلف ما بيشبهونا بصراحة يعني. هلأ أنا وقت بروح لعنده موظف بيكون جاري بالحارة، بس وقت الفوت لعنده بشوفه شخص آخر. فأنا اليوم حبيت أني أعمل هذا الشيء يعني وخلينا نقول هي يعني فعلا أنه تخنيث البيروقراطية يعني على مستوى اللباس، يعني أنه هذا لابس تنورة هديك لابسي بنطرون، يعني في شيء غريب يعني أنه الأبطال الحقيقيين اللي جايين من الحياة لابسين لباسهم الطبيعي، بس بهذه المؤسسة بهاي البيروقراطية المشوهة بهاي البيروقراطية هذه المنظومة الفاسدة عم نشوف أشخاص فعلا هنن على المستوى الشكل جميلين ولكن مختلفين عننا ما بيشبهونا. ونص الغنمة مقتبس من المسرحية البلغارية سترة من المخملين، لكن مع هيك كان فيها إسقاطات بتلامس الشارع السوري بطريقة كوميدية. نحن اليوم بحاجة للكوميديا وبحاجة لعرض يلامس آلامنا وأوجاعنا ويكون إسقاطاته على حياتنا نحن كسوريين، لأنه فعلا نحن بحاجة لمسرح سوري يحاكي ما يحدث في الواقع. فعلى هذا الأساس نحن حبينا نختار هذا العمل، مع أنه هو عمل بلغاري ولكن هو قريب مننا وهو يلامس آلامنا أكثر من يعني في كتير نصوص عربية عم تنكتب ما عم تقدر تلامسنا، بس هذا العمل اليوم عم يلامسنا عم يلامس همومنا وهو عمل جماهيري. ولمسة المخرج بالعرض كمان ظهرت بإضافة شخصية المستخدمة يلي اختارها لتمثل بأفعالها عدة شرائح من المجتمع. أنا من 20 سنة تخيل كان نفسي أشتغل بهي المسرحية، عم تحقق بعد عمر اتصل الأستاذ زين إنه حابين تكوني معنا بالمسرحية. طبعا شخصيتي ما أنا بالكاتب، شخصيتي هي من أعداد المخرج، إنه هي شخصية مضافة. فانزعجت أول شيء، طبعا أنا بدي من الشخصيات اللي هي مكتوبة اللي نحن كانت تشدنا كتير لمسرحية سترة من المخملين. أم شفت الشخصية المستخدمة اللي هي
مثل ما شفتوا شيء بتبين طابور خامس، شيء بتبين طيبة، شيء شريرة، ما لها تفاصيل معي، شيء بخيلة، شيء كريمة، يعني نموذج عن كثير من الناس اللي منشوفها بالحياة، فحبيتها. وهي ما لها كثير حوارات، أنا حبيت أكثر هذا الشيء، أنا كثير شغلة مسرح، فأنا حابة أحياناً يعني يوصل لك فكرة بدون ما أحكي. والعرض حمل تحدي كبير لعدد من الممثلين يلي كانت مهمتهم فيه مضاعفة عبر التنقل بين عدة شخصيات. فهو صدقاً تحدي كتير كبير، يعني نحن عم نلعب 4 شخصيات كل واحد، بس هن كل شخصية على حدة مختلفة تماماً عن الشخصية الثانية بالشكل والمضمون. وهو جانب له علاقة بيشبه شيء ما أنا أحبه اللي هو ستاند اب كوميدي، لما بتغير أنت بالكاركترات هي شغلة صعبة جداً فعلاً، إنك أنت تقدر تعمل هذا التمايز بين الكاركترات بعرض واحد بفترة قصيرة، ما أنا بالفترة الطويلة ضمن وقت معين، هذا تحدي كتير كبير، بس هذا شيء كمان على صعيد الممثل جداً مفيد، اختبار أدواتك، تنشيط الذاكرة، هذا شيء كتير مهم. وهيك نوع من العروض الكوميدية عم يلحقها كتير من الانتقادات كونها عم تتقدم بظل الأحداث المأساوية بغزة، فشفنا هجوم كبير لحق بيومي فؤاد مؤخرا لتقديمه عرض مسرحي كوميدي بالسعودية، فهل كان عند صناع الغنمة أي تخوف من العرض بهذا الوقت؟ بالنهاية نحن هذا شغلنا، ومعلش نحاول ولو هيك هاي الساعة وثلث ساعة وربع هيك بس شوي هيك نرسم شوية ضحكة، إذا مو ضحكة يا سيدي ابتسامة، إنه العالم بس هيك للحظات يعني بس تطلع من جو الحزن. طبعاً كنا متخوفين من ظروف لا سمح الله تتطور الأمور إلى أماكن لا يحمد عقباها، بس ترجع بتصفهم بالقصة لك أخي أنا محترف، طب يعني إنه بروح بصور مسلسل بكرة بتشوفوه برمضان والحرب قائمة، بس إنه ما بعمل مسرح يعني ما نفس الشيء. بعدين مين قال إنه أنا بهذا العرض اليوم عم أقدمه ما فيه ضمن الأسطر كل التحيات والاحترام لكل تضحيات شعبنا الفلسطيني؟ مين قال؟ الشاطر بيقرأ. أنا ماني عم بحكي غير عننا نحن، فأكيد فلسطين بقلبنا وتضحياتهم عراسنا وروحنا معهم قلبنا معهم، ما بدي كتر حكي لأنه بخجل أحكي أي حرف معلقات ما بت يعني بتوازي نقطة دم من أي طفل فلسطيني. الله يحميهم، الله يكون معهم، الحياة لن تقف، وقوفنا على المسرح بهذه الظروف هو فعل مقاومة وفعل صمود.